موقع النهاردة لربح عملة الدولار، المواقع الوحيدة اللي بتكسب منها بشكل مجاني لازم بتطول فترة بسيطة عشان تقدر تسحب بشكل مجاني. من ضمنهم الموقع اللي هتقدر برضه تكسب منه بشكل مجاني، ولكن هتستنى شوية وقت عشان تقدر تسحب. هشرح لك كل حاجة بالتفاصيل، فما تنساش تعمل لايك وتعالى اشرح لك كالمعتاد. رابط التسجيل هتلاقيه موجود في اول وصف وموجود عندنا في الديسكريبشن او اسفل الفيديو. بتكتب طبعا حضرتك الاسم اللي انت هتسجل بيه، وبعد هنا بتكتب الايميل اللي انت هتسجل بيه. في الاسفل طبعا حضرتك بتكتب الباسورد، دي حاجة اكيد انت عارفها وبتعلم بالشروط والاحكام، وبعد كده بتقول له اعمل حساب جديد. اول ما بتسجل في الموقع بتلاقي شوية تعليمات تقدر انك انت تترجمهم وتقراهم براحتك، ولكن انا هنا عشان اشرح لحضرتك كل حاجة بالتفاصيل. فمنساش بقى تعمل اللايك بتاعك الجميل، ومتشكرين يا صاحبي على اللايك اللي انت هتعمله دلوقتي. هنا طبعا بيقول لك ان احنا عندنا مزارع للتعدين. اول مزرعة فانت بتاخدها بشكل مجاني، هي دي اللي انا بتكلم عليها، اللي تقدر تكسب منها بشكل مجاني. ربحها في اليوم بيكون 2 دولار. عشان تسحب من الموقع في الخطة المجانية لازم تسحب لمدة 25 يوم، تقدر انك انت تسحب بشكل مجاني. بعد ما بتوصل لرصيد السحب فانت بتسحب بشكل مجاني. الحد الادنى من غير ما تعمل اي ايداع بيكون 50 دولار، توصل 50 دولار تسحبهم بدون اي مشكلة. انما طبعا انا دلوقتي مش هستنى 50 يوم عشان اقدر اسحب من الموقع، هضطر ان انا اشتغل او اشتري ليفل. ازاي تشتري ليفل يا عم احمد؟ هشرح لحضرتك دلوقتي. طبعا في البداية دي مش نصيحة استثمار، مش جاي اقول لك اشحن عشان تفتح ليفل عشان تقدر تسحب، لا، انا بشرح لك طرق الربح اللي موجودة في الموقع، وعرضت لحضرتك الطريقة الاولانية المجانية عشان تقدر انك انت تشتغل بشكل مجاني. لو عملت طبعا ايداع بيكون على مسؤوليتك الشخصية. بيبدأ هنا من صفر طبعا اللي هو ليفل واحد، وبيبدأ طبعا الربح بتاعها وهكذا زي ما احنا عارفين. طبعا ليفل اتنين، ليفل تلاتة، على حسب الليفل بتاع حضرتك احنا بيكون عندنا الربح. عشان تفتح ليفل فاحنا طبعا بنيجي هنا عشان ندخل الرصيد. وقبل ما ادخل الرصيد، دي مش نصيحة استثمار، مش جاي اقولك اعمل زي، انا بشرح طريقة ربح جديدة، ولو عجبك حضرتك الربح فانت المسؤولية بترجع لحضرتك. طبعا احنا الفلوس ديت اللي احنا نعمل بها ايداع دلوقتي صاحب الموقع هو اللي بعتها لينا، فاحنا دلوقتي حضرتك هنعمل شحن في الموقع او هنحط في الموقع 75 دولار، هيوصلوا 74 دولار، عشان طبعا باينانس بتاخد 1 دولار على عملة TRC 20. طبعا الايداع طبعا انت كنت عارف بتحط العنوان، وبعد كده بتحط الكمية، وبعد ما بتحط الكمية فانت طبعا بتقول له تأكيد السحب. بيقول حضرتك طبعا تم التأكيد السحب، فهو بيبعت لك رسالتين، يا اما على رسالة على الجيميل او على الرقم، وانت طبعا الحاجات دي اكيد عارفها. بنجيب الرسالتين ونحطهم هنا، وبعد كده بنقول له اعمل ايداع. دي طبعا بيكون تم الايداع بشكل مجاني. طب انا عملت ايداع ليه يا عم احمد؟ عملت ايداع عشان اقدر ان انا ازود الربح بتاع اليوم. انت طبعا تكسب في اليوم 2 دولار بشكل مجاني، انا عملت ايداع عشان اكسب الاتنين ديت 4 مرات. نفس الكلام، يعني انت بتكسب 2 دولار بالخطة المجانية، انا ممكن اكسب 8 او 9 دولار برضو في الخطة المجانية، ولكن انا حبيت ان انا احط فيها ليفل واحد. ليفل واحد طبعا بيكون في الفيب هنا، لو انت طبعا دخلت هتشوف كل حاجة بالتفاصيل. عندنا هنا طبعا الرصيد 126 اللي هي ال 50 اللي احنا مستلمينها او 52، زائد ال 74 دولار اللي احنا عملنا لها ايداع. هنا طبعا في الفيب، فيب واحد، او خلينا نقول مستويات، مستوى واحد اللي هو بيخلي لك الربح 4% زائد 4% اللي احنا عملنا بيها شحن من دلوقتي، فهيبقى 9 او ممكن مثلا هيوصل لحد 9.5 دولار. طبعا كل ما بتحط رصيد اكتر في الموقع كل ما الرصيد بتاع حضرتك بتاع السحب بيكون اكتر. عندنا هنا طبعا السحب، عشان تسحب من الموقع بياخد منك 1 دولار على شبكة ترون، يعني انت مثلا لو هتسحب 5 دولار هتوصلك 4 دولار في الموقع. في الاول بيقول لك اكد الجيميل اللي انت سجلت بيه عشان تقدر انك انت تسحب بشكل موثق. هتوصلك الرساله فوق طبعا زي ما احنا متعودين، بمجرد ما بتاخد الرساله اللي هي بتوصلك في الجيميل رساله التاكيد بتحطها هنا لحضرتك، وبمجرد ما بتحط رساله التاكيد يبقى انت كده عشان تسحب بتجيب عنوان السحب بتحطه هنا فوق في السحب، وبعد كده بتقول له ابعت كود مره كمان. العمليه دي بتعملها في كل مره بتسحب منها. طبعا الرصيد اللي موجود اللي احنا اخدناه مجاني اللي هو 2 دولار مش هينفع طبعا اعمل اثبات سحب ب 1 دولار، احنا ما بنعملش سحب بحاجات بسيطه، لازم يكون مبلغ محترم. هنستنى فتره من الوقت وبعد كده نرجع على الموقع تاني نعمل اثبات سحب بمبلغ كبير، وبالمره تعرف ان الموقع لسه شغال او ما شغالش او عمل لنا فعلا
فك الرصيد او ما فكش، تبقى عارف كل حاجه بالتفاصيل. فانا هستنى لحد ما اجمع مبلغ محترم زي ما انت متعود، بنجمع مبلغ حلو وبعد كده بنعمل اثبات سحب يا ابو الصحاب. بس يا ابو الصحاب ده طبعا رابط الاحاله، على كل رابط احاله بتسجل، على كل احاله بتسجل من عندك انت بتاخد $5 مش قابلين للسحب. ال$5 بتتحط في حسابك عشان تقدر انك انت تفتح بيها مستويات، يعني ما ينفعش تعمل احاله لنفسك او احاله لصديقك وتاخد $5 وتسحبها، لا الرصيد ده بيكون عندك عشان تفتح بيه ليفل يا ابو الصحاب. انا لحد كده شرحت لك كل حاجه بالتفاصيل، فلازم طبعا تبقى عارف ان المواقع اللي زي كده عشان تكسب منها لازم تشتغل لها في اول ايامها. اكتر المواقع اللي زي كده بتطول شهر واحد، فانت لو شفت موقع جديد موجود على اي قناه لازم تبقى عارف حضرتك ان انت لو اشتغلت هتشتغل يوم اتنين تلاتة بالكثير جدا، وبعد كده بتحذف الموقع او اصلا كده كده بيتقفل من عندهم، فلازم طبعا تبقى عارف الحاجات دي بالتفاصيل. بس يا ابو الصحاب انا حضرتك شرحت لك كل حاجه بالتفاصيل عن الموقع، هنستنى بقى لما نجمع مبلغ محترم وبعد كده نعمل له اثبات سحب كالمعتاد. ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل وتعالى نقفل الفيديو. ولكن طبعا عشان اي فيديو بينزل فيه اثبات سحب مش مشكله، هنعمل اثبات سحب ب$1 مبلغ صغير، وبعد كده هنعمل لك مبلغ كبير بعد ما نجمع مبلغ كبير. طبعا السحب هيفتح معاك لما تعمل ايداع وتفتح باقات، انما الطريقه المجانيه زي ما قلت لك في المقدمه عشان تسحب لازم تجمع مبلغ محترم اللي هو ال$50 اللي هي القيمه اللي انت استلمتها مجاني وتفتح بيها ليفل، ومن بعد كده تقدر انك انت تسحب بشكل مجاني. زي ما طبعا حضرتك شايف هنا تم اضافه الكود اللي هو جالنا في الايميل وحطينا المحفظه، يبقى احنا كده هنستنى اثبات السحب. طبعا هيوصلك الرصيد في محفظتك، ولو انت فاتح التليفون وموجود في المحفظه هتوصلك الرساله فوق. عندنا هنا طبعا الاثبات اللي تم سحبه دلوقتي، والرساله هتوصلك فوق دلوقتي هتاكد لك عمليه اثبات السحب. الكلام ده هتعمله كل يوم لو انت فاتح باقه، لو انت في الشرطه في الطريقه المجانيه هتشتغل مجانا.